عندنا لهذا الحدث التاريخي هو من واجب الذاكرة، هو عرجون الوفاء والبرور وثقافة الاعتراف بأولئك الشهداء الغر الميامين الذين استرخصوا حياتهم وأعز ما لديهم من أجل الدفاع عن المقدسات الدينية والتوابيت الوطنية ومن أجل نصرة قضايا الحرية والاستقلال والسيادة الوطنية. لأنكم وصلنا إلى حد الآن لما مجموعه أو ما يزيد 5400 ديال المقاومين وأعضاء جيش التحرير الذين تم تكريمهم بعد 15 سنة المنصرية. التحقت بجيش التحرير لتحرير هذا البلد ورجوع الملك، واليوم ولله الحمد الناس كرمونا الله يجازيهم بخير، غير كنشعر بواحد السرور وواحد المحبة ولله الحمد.